خليني ارحب ايضا بزميلي بتال القوس الاعلامي المعروف ايضا اللي يطلع علينا دائما من خلال العربيه في برنامجه المتميز او ايضا من خلال اخباره وتواصله على تويتر، من اوائل الزملاء في المهنه اللي كانوا متواجدين على تويتر ولديها الكثير والكثير في هذا الامر. ربما الكثير من الاسئله ممكن ان يعني تخرج من المنشنز مثل ما قال زميل عبد العزيز هدلق الى مواجهه زميلي بتال. بتال مساء الخير. مساء الخير سلمان، سعيد اسمع صوتك مره اخرى وطلتك البهيه مره ثانيه عبر التلفزيون. مساء الخير للزملاء الموجودين معك. اهلا وسهلا بتال. يمكن دار الكثير عن الحديث عن تويتر وعن الزملاء في هذه المهنه، وحتى الحديث هنا مع زملائي في الاستديو عن انه ممكن ان الخبر يصدق حسب الميول، لكن خليني ادخل معك بتال. انت ايضا من الزملاء اللي لك مصادرك في تويتر، ودائما ما يعني من خلال صفحتك يكون هناك اخبار من مصادر موثوقه، اخبار دائما صحيحه ايضا تكسب الرهان فيها، لكن ايضا من خلال تعاطي معك في صحه هذا الخبر ام لا او تصنيفه مثل ما ذكر زميل ابو ريان قبل شوي انه ممكن يصنف من هذا الجمهور او من ذاك، او على الاقل ربما لماذا هذا التوقيت بالذات انت ضد هذا الفريق او ضد هذا الفريق. نعم سلمان، انا اللي لاحظه في تويتر انه على موضوع المصداقيه وموضوع قراءه طرح الاخبار، اولا انا من الناس اللي اطرح الاخبار بعد ما تنقل على العربيه، سواء على عاجل العربيه او حتى على النشرات المواجهه العربيه، يعني في الغالب يعني 90% من الاخبار اللي انقلها اذا كانت صالحه للعرض التلفزيوني فانا انقلها بعد ان تعرض على العربيه. يعني العربيه ومؤسستنا المؤسسه الاعلاميه اللي انا انتمي لها هي كلها دائما الخاصه بالسبق في هذا الموضوع. لكن بالنسبه لي فهم الناس او قراءتهم لما يطرح في تويتر، انا لاحظ ان هناك مشكله كبيره بصراحه. المشكله هي في الكثير ممن يقرؤون اخبار تويتر بنوايا مسبقه، نوايا فهم مسبقه. يعني لا يكونون دقيقين فيما يقرؤون، يعني هناك كلمه في الصياغه او استدراك او فاصله او نقطه تغير اشياء كثيره. لا ينتبهون لهذه الاشياء، يجي الواحد منهم الحقيقه مسرع ويكون عنده تصور يعني صورة نمطية في ذهنه عن هذا، خلينا نقول عن هذا الاتجاه في ناديها أو الخبر أو أي شيء كان، بناء على هذا تجد فهمه لما أنت طرحت. أحيانا لا تكون أبدا لم تكتب شيئا مما فهم، ولكنه يصر على أنك كتبت ويصر على أنه فهم كذلك. مشكلتك يعني مش مشكلتي برضو مصر على أنك أنت المخطئ وليس هو. هذه كثير من الامور. ايضا بتال بحكم انك من الزملاء في برنامجك المميز في العربيه وتعطيك للكثير من التقارير في الرياضه السعوديه، اكيد من خلال صفحتك تويتر تواجه الكثير من الاراء المتعلقه بهذا الامر، ربما يصل الامر احيانا اقول ربما يصل الى محاكمتك، لماذا كذا ولماذا كذا وانت ضد كذا او تقصد كذا. هو سلمان يعني من ينزل الى الشارع ويناقش، اتكلم الشارع طبعا ليس تقليلا، اتكلم عن الشارع الرياضي. نعم. يعني من ينزل الى الشارع لابد ان يتحمل ما ياتي من نقد، ما ياتي من ايجابيات، ما ياتي من سلبيات، ما ياتي احيانا من امور تصل الى حد الشتائم. ما دمت وضعت نفسك في هذا المكان، هذه الان ضريبه من 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 او ثمن لوجودك في هذا المكان. تويتر ايجابي في اشياء كثيره جدا، ايجابي في انه سريع جدا في توصيل رسالتك، منبر مجاني، هذا شيء جدا مهم. يعني كثير من الناس او خلينا نقول من الشخصيات تدفع في سبيل انها تبرز اعلان لشركات او مؤسسات او خلينا نقول لشخصيات او في حملات اعلانيه بشكل او باخر انتخابيه أو, أو 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 حتى على الأقل تقديم آرائهم وطرحها. تويتر منبر مجاني يصل بسرعة فائقة جدا ويتم يعني ويتردد الصوت أو الحرف، خلينا نكون أقرب للوقت، يتردد الحرف في داخله على مدى 24 ساعة بشكل سريع جدا، بإمكانك أن توصل ما تريد. لكن أيضا في تويتر هناك الأسماء المستعارة،
تسيء للناس بشكل كبير. هناك من يريد لفت الانتباه، وانا لاحظت هذا الشيء بشكل كبير في تويتر بصراحه. في ناس همهم ان يلفتوا الانتباه، يلفتوا الانتباه بانه انا عندما اتحدث بهذه اللغه ايا كانت مع سلمان المطوي مثلا، فانا سالفت الانتباه للاخرين الذين يقرؤون في الرسائل الوارده لديه من جمهوره او من متابعيه. هذه للاسف دائما يعني تكون موجوده في تويتر، لكن اتوقع انا توقعاتي وقراءاتي انه في المستقبل القريب كثير من السلبيات ستختفي في تويتر. صحيح. ستختفي بسبب انه من يمارسها سيصاب بالملل ولن يشعر بالمتعه بعد ذلك. ستختفي لانه ايضا الاسماء المعروفه والمشهوره يجب ان تساعد تويتر في اختفائها، لا تستجيب لاستفزاز المستفزين، ويجب ان ترحب وتشجع بالهادئين العقلانيين ان ترد عليهم وتناقشهم، لكن المستفز الشتام البذيء يجب ان لا ترد عليه ولا تاخذ تعطي معه حتى لا يجد له مكانا في هذا الحيز او هذا الهواء هذا المحيط والسقف العالي. اتفق معك، اتفق معك زميلي العزيز بتال القوس الإعلامي الرياضي ومن أوائل أيضا الزملاء اللي في تويتر والتواصل من خلال التواصل الاجتماعي. شكرا بتال.